السلام عليكم. زار رئيس فيدرالية الجزائرية لكرة القدم سيد جهيد زفزاف زار ملعب عنابة للوقوف على مدى تقدم الأشغال بالمركب وخاصة بالملحقات نتاع الملعب. والملاحظ هو أنه هذه الأشغال تاع الملحقات عرفت تقدم الحوض، وكذلك تم ملاحظة انه الوضع نتاع البيتوم نتاع يعني الزفت فوق البساط نتاع لعب القوى انتهت. الان تبقى عملية وضع البساط المطاطي، وال يعني المتابعة هذه يعني بعد الضغوط اللي عرفتها الفاف من طرف الفيدرالية الإفريقية لكرة القدم اللي مارست ضغوط كبيرة على الجزائر الانتهاء من هذه الأشغال. وإن شاء الله إن شاء الله يعني النجاح نتاع هذه المنافسة نتاع الشان سوف يكون مؤشر أكيد وإيجابي كبير يعني لتأهيل الجزائر لاحتضان البطولة الإفريقية تاع الكان في 2025، وهذا ما نتمناه للشباب الجزائري وللجزائر. والسلام عليكم.